اهلا بكل حضراتكم من جديد. كل يوم والتاني نتفاجئ بان الست المصريه مسيطره، كل يوم والتاني نتفاجئ بان الست المصريه بتقتحم مجال من المجالات اللي العادي طول عمرنا بنستبعد جدا فكره ان احنا مجرد نشوف ان في عنصر نسائي في هذا المجال. في الفقره دي معانا نموذج مصري جميل جدا وطموح جدا، هي اول مدربه كره قدم للرجال اللي تحدد كل قيود لتصبح بالفعل هي اول مدربه معتمده من الاتحاد الانجليزي لكره القدم، كابتن فايزه حيدر اللي منورانا. صباح الفل عليكي واهلا بيكي في 10 الصبح في الاخر. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا كابتن. انا سعيده جدا على المستوى الشخصي لان بجد البرنامج ده بيظهر قد ايه في نماذج زي ما كريم بيقول نسائيه قدرت انها تدخل مجالات مش مالوفه وتنجح فيها وتثبت نفسها بشكل كبير، فده اعتقد حاجه تفرحنا كلنا. هبدا معاكي بحبك لكره القدم، يعني نبدا من هنا وبعدين نشوف المسيره مشيت ازاي. انت بتحبي كره القدم جدا صح؟ اكيد. نبدا من هنا بقى، وانت صغيره ازاي اكتشفتي حبك ليها وعملتي ايه؟ خطواتك كانت ازاي في البدايه؟ والله البدايه هي كانت موهبه والناس كلها كانت رافضاها وشايفه ان انا بعمل حاجه غير مألوفه مش طبيعيه، كاني كائن فضائي نزلت الارض. فالناس كانت شايفه ان بنت واحده بتلعب في وسط كل الولاد، ما كانش في ولا بنت بتلعب كره قدم في المدرسه. نزلت تلعبي كوره مع الصبيان في الشارع 5 سنين ومامتي بقى كانت يعني لو كده بقى ده العقاب الاليم، ان انا لو نزلت لعبت نص ساعه في الشارع والناس بقى بتنتقد والمجتمع والولاد نفسهم، ايه ده انت غريبه قوي ازاي كده. بس لما لقوا ان الموضوع موهبه ابتدوا الولاد يتخانقوا مين هيلعب مع فايزه، انت لعبت مع فايزه امبارح فانا هلعب معاها النهارده. يا سلام. وطول الوقت بقى انا الحمد لله كنت بكسب لان انا الموضوع مش 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 لعب وخلاص، انا موهوبه في كره القدم. وكانت فكرتهم في لعبه كره القدم ان هم يلعبوا كره على فلوس واحنا صغيرين. يا جماعه فلوس ايه؟ فالمهم ربع جنيه ونص جنيه زمان وكنت بكسب. بس الخوف انك ترجع بقى تقول ان انا بقى مثلا معايا 2 3 جنيه هوديهم فين؟ فكنت اعمل حفره كده وادفنهم وما ارجعش الاقيهم، هم مش مهم الفلوس المهم ان انا بلعب. طب انت دلوقتي وصلت ان انت بتدربي الفريق ايديا الجولدي، فريق الاول للرجال ايديا الجولدي، واكيد عشان توصلي لده كان في رحله من اول مرحله البنوته اللي عندها 5 سنين اللي بتنزل تلعب كره في الشارع انتهاء بان انت اول مدربه كره قدم للرجال. فالرحله دي عناوينها ايه؟ المحطات المهمه فيها ايه؟ اول حاجه انا حابه اشكر ثقه اداره نادي ايديا الجولدي ومجلس ادارته بالكامل وكابتن معتز بالاخص المدير الفني اللي رشحني ان انا اكون معاه المدرب العام، دي ثقه كبيره جدا وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه مع الفرقه الكويسه اللي احنا هنقدر نجمعها في الفتره اللي جايه. المسيره كانت ان انا ابتديت يعني اول موسم كره قدم نسائيه بدا في مصر سنه 1997 في نادي حلوان العام، بعد كده اول صفقه تتباع من نادي حلوان العام لنادي الطيران سنه 2003 موسم 2003 2004 ب 5000 جنيه ودي كانت اول رقم يعني. والحمد لله انضميت لمنتخب مصر وانا عندي 14 سنه اللي شارك في بطوله افريقيا 98، ومسيرتي بقى كملت مع نادي الطيران لحد الموسم اللي احنا فيه دلوقتي، وكابتن منتخب مصر تقريبا بقى لي اكتر من 10 سنين، وصلت افريقيا 2016 وكللت ده بقى بالتدريب وبدات تدريب للرجاله في 2009 كانت حلوان وقتها محافظه، وشاركت فيهم بفريق الاول وانا عندي 25 سنه وكانت محافظه وقتها حلوان وشاركنا ب 64 فريق وده كان خروج المغلوب نظام الكاس، ووصلت المربع الذهبي اخذت المركز الثالث على 64 فريق واخذت افضل مدرب على الرجاله ال 64 مدرب اللي كانوا موجودين في البطوله. شايف يا بيه شغل عالي. وده بقى كلل بان انا مسكت الفريق الاول لنادي الطيران واخذت بيه بطوله الدوري الفريق الاول النسائي كمدير فني ومعايا جهاز محترم جدا كابتن عبد الناصر كابتن اشرف كابتن محمد عايد وعلى راسهم كابتن احمد كمال ورئيس النادي كابتن هشام الشورى، وكانت تجربه كبيره جدا ان انت تبقى لاعب ومدرب في نفس الوقت. وحصلت على بطولة الدوري لتاني مرة في تاريخ نادي الطيران، حصل عليها في 2005 و2018 وكملت ومسكت منتخب مصر تحت 20 سنة كمدرب مساعد، شاركنا في تصفية كاس العالم ومسكت ناشئات نادي الطيران وفرق بقى تحت 20 سنة ولاد والحمد لله ده نجاحات. وكل ده اتكرمت من الرئيس يعني دي برضو عايزين نقف عندها شوية. اتكرمت من سيادة الرئيس ده كان بفضل اصحاب الهمم، انا مسكت توليت منصب المدير الفني لمنتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصه تحت قياده الكابتن اكرامي الجمال ودكتور باسم التهامي، وده خلاني اوصل اخذنا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر في ديسمبر 2017 والحمد لله ده اهلنا لكاس العالم اللي كانت اول مره في تاريخ الكره النسائيه على مستوى الاسواق حتى ان احنا نوصل كاس عالم شيكاغو 2018. سافرنا امريكا شفنا يعني
دولة المكسيك وكوريا والهند كانوا معنا في المجموعة، كسبنا الثلاث فرق وكنا أول المجموعة وأخذنا ثالث عالم، رفعنا اسم مصر طبعا بأصحاب الهمم، وكانت طفرة كبيرة قوي في مصر. والحمد لله سيادة الرئيس كرمنا في 2018 وأخذنا وسام من الدرجة الثالثة، أنا ما خدتوش وأنا بلعب ولا وأنا بدرب فريق أسواق. جميل. طيب على ذكر تدريبك للرجال، بتتعاملي إزاي مع اللي انت بتدربيهم، الرجال اللي انت بتدربيهم، سواء في التدريبات سواء في المباريات؟ وبرضه في تفصيله كده صغيره يعني عندي فضول شخصي الحقيقه عايز اعرف اجابتك عليها. يعني دايما في اي مباراه كره قدم عاده اي لعيب بيحرز هدف بيروح بشكل لا ارادي على المدرب وياخده من حضنه والنوع ده من الامور. طبعا. بشكل احتفالي. في حالتك انت بقى الشباب بيعملوا ايه؟ يعني اللي انت بتدربيهم لما حد بيجيب جول لو فكر يعمل كده هيتعمل له محضر تحرش في حالتك كده؟ لا لا، هي في مساحات شخصيه، دي اهم حاجه ان احنا بنقدر ازاي نتعامل مع اللعيبه، ودي مش تجربه قريبه. يعني ان انت الفكره ان هو الاحتفال ممكن يكون بالايد، ممكن يكون بعلامه، هو اكيد هيبقى عارف ايه يعني هو هيوصل لحد لغايه فين. لكن مفيش يعني حتى لو هنحتفل كده والواحد في وقت الفرحه هو ممكن يعمل اي حاجه. مش تحرش، بالعكس هو وقت الفرحه انت بتلاقي نفسك مثلا مشاعر بتبقى رياضيه. احنا بنطلع ناخدوا المدربين الرجاله في وقت من الاوقات، انت لما وصلنا هو افريقيا 2016 احنا ما بقاش مين عارف هو مين ولا فين من كتر الفرحه. لكن طبعا المساحات الشخصيه ما بين اللعيبه والمدرب، فكره التعامل نفسه، فكره التوجيه، هل هم متقبلين فكره ان المدربه هي اللي بتدربهم؟ والله هو الناس مرحبه جدا، سواء اللاعبين والتيم بتاع الجهاز الفني بتاعي، سواء المساعدين ولا محلل الاداء واللعيبه. الموضوع في الاول انا متاكده ان الناس بتقعد تكلم نفسها والولاد يقعدوا يهمهموا كده، ايه ده بنتي عمي، ايه ده الناس هتتريق علينا ومش هنبقى الناس هتاخدنا يعني ملطشه يعني. بس الحمد لله بالنجاحات اللي الواحد بيحققها، او ان انت بتضيف للولد حاجه زي المدرس مثلا، لو هي مدرسه ست الاول الولاد بيدخل فصل فيها رجاله وفي هزار، لكن لما بيلاقي فعلا في حاجه ايجابيه وفي حاجه هتطوره او حاجه هتضيف له في مستقبله او كذا، طبعا بيحترم الفكره. لو احنا هنتكلم اصل في كذا لسه حاجه انا وكريم طبعا حابين نتكلم، يعني زي الكره النسائيه عايزين نعرف منك اصلا كره القدم النسائيه وضعها فين. بس قبل ما اروح لده عايزه اروح معاكي فكره، طالما فتحنا ملف التدريب دلوقتي كانت مدربه يعني امراه، هنروح للعالم، ما هو ده موجود. أكيد. يعني الثقافه يمكن مختلفه بين الغرب وبين مصر، لا الدول العربيه، ولكن ده موجود من زمان، وربما دلوقتي في مصر كمان ابتدى الفكر يختلف بشكل كبير، لان المراه فرضت نفسها بنفسها، مش منحة من المجتمع، هي فرضت نفسها بنفسها. فخلينا نتكلم على ده بقى عالميا أكتر. والله أنا سافرت أمريكا في 2014، شفت نموذج مدربة سيدة معها ابنها على أيديها، وجوزها هو اللي كان قاعد في المدرجات. أنا شفت شغفه إنها فريقها يجيب جول أو إنها تعمل تغيير ناجحة أو كده، فده كان بالنسبة لي شفت مستقبلي. يعني لو أنت مثلا لو في شخص زي ده أو في مجتمع بيشوف الناس صح بالنظرة دي، الموضوع هيبقى مختلف تماما. هي كانت ناجحة جدا وحكت لنا شوية عن تاريخها وعن نجاحاتها، فبره الموضوع ده حتى في السودان، يعني احنا مش هنقول انه الغرب مش بس، مش هنبعد كتير. في السودان في مدربة تولد فريق من الدرجة الثالثة أو الرابعة وصعدت بيه، ودلوقتي بتلعب حاجة في الممتاز. يعني على المستوى الشخصي والاجتماعي، هي متجوزه مخطوبه ولا لسه؟ هو الفكره ان انا اتخطبت، بس الفكره ان الشخص اللي بيرتبط بيك هو عايز يكون انك تقعد في البيت وتخلي بالك. النقطه اللي انا بسالك عشانها تحديدا، ان هو يعني الطرف الثاني فكره مدى تقبله، لان انت مثلا مسافر عندك بطوله بتحكمي ماتش مش عارف ايه بتدربي، يعني مش كل الرجاله للاسف الشديد ممكن يستوعبوا النوع ده. عندنا نماذج، عندنا كابتن، انا عندي في النادي اللي انا بلعب فيه كابتن ايناس مصطفى، هي متجوزه وعندها بنت وجوزها بيجي يشجعها في الماتشات. احنا ابتدينا نقتبس كتير من الغرب، وهي يعني نموذج مشرف وبتتعب وبنتها بتروح المدرسه وبتيجي تتمرن. عندنا كابتن سهام فؤاد وكتير من المحكمات حكمه دوليه دلوقتي، عندها اتنين من الاطفال، دي عشره عمري وصديقتي من واحنا عندنا 10 سنين. جوزها طول الوقت معاها، بيحضر معاها مباريات، بتروح معسكرات للتحكيم اهلها ومامتها. فالموضوع مش فكره ان راجل، انا اكيد بيتي وابني او عيلتي هيكونوا من اولوياتي، لكن ان انت
تكون ورايا سبورت في ان انا احقق نجاحاتي. ما انا مش عامل تاريخ 20 سنه ويجي شخص يقول لك لا سيبه اقعد في البيت. يبقى اختاري صح بقى. أكيد. يعني هي دي الواحد لازم يختار إن أهلي صح. فكره ان اهلي بقوا دلوقتي بيقولوا ان لا ما تختاريش اي حد وخلاص، خلي حد يبقى وراكي في النجاح. لازم يبقى في اختيار داعم، لان احنا بنبقى يعني زي شركه مع بعض. أكيد. مش حد يتحكم في التاني. لكن انا بتفق معاكي وكريم اكيد يصلح لنا، لان في بعض الرجاله لسه عندهم ثقافه السيد او التحكم او يعني النرجسيه اللي هو انا اتجوزتك انا عايز احطك في علبه. وما يعني كلنا بنقابل النوعيه دي، لكن لا تناسبنا يعني. وكمان هتضربي ولاد، فهي كانت انت هيبقى ولد زي ما حضرتك كنت بتقول ان ولد ممكن يسلم عليا او يحضني. يدخل لك بقى من دخله ايه يا كريم؟ لا انا واثق فيك، انا خايف عليك. انا خايف عليك. لا انا مش ضامن الباقيين لكن واثق فيك. لا والنموذج ده موجود في كل زمان وفي كل مكان، مش هيختفي يعني شكلها. ممكن يقل بس ده جزء من التكوين الذكوري الكلاسيكي بصورته المتعارفه. واحنا بنحترم الحته دي وعاداتنا وتقاليدنا، لكن الفكره ان انت في نجاح فانا سنده وزيره طول الوقت، هي بتحاول تشوف هنا وهنا وهنا، فمش معنى كده لا انت مش هتروحي عشان تقعدي في البيت. النجاح بيجيب نجاح، وكلنا اكيد لو هنبقى بنساند بعض الموضوع هيبقى مختلف. انا بتفق معاكي، ولكن انا اتمنى العادات دي او الافكار دي تختلف. مش كل عادات وتقاليد بنتوارثها صحيحه، يعني لازم يكون في احترام لفكره هنا كيان الانسان مش فكره رجل وامراه. يعني موضوع ما بيبقاش كده. وده رجعنا له من كان في مشروع او في برنامج بيتعمل في مصر اسمه بريمير سكيلز تبع الاتحاد الانجليزي، دوره اسمها المهارات الاساسيه للدوري الانجليزي الممتاز بالشراكه مع وزاره الشباب والرياضه والمجلس الثقافي البريطاني. دي بتمكن المراه انها ازاي يبقى عندها شخصيه، ازاي تبني في البنت انها يبقى عندها ثقه في نفسها، ازاي تقدر تاخد قرار، ازاي انها يبقى عندها اسره تقدر يعني سواء هي المراه لسه محتاجه المزيد من التمكين. اكيد من وجهه نظركم شايفين ايه؟ لا هي اكيد حطت رجلها على الطريق السليم، بان احنا عندنا 8 وزيرات، عندنا سفراء، عندنا حاجات كتيره قوي، نائبات، عندنا مدربات كره قدم للرجال. وانا نموذج واحد، في اكتر من نموذج مشرف واحسن مني بكتير. طبعا لا طبعا يعني وعندهم خبرات اكتر مني ممكن يكونوا، بس دلوقتي الساحه لما هتتفتح بالشكل ده الناس كلها هتحط رجلها على طريق يقدروا يمشوا عليه. انت لقيتي نفسك اكتر في التدريب ولا كنت لاقيه نفسك اكتر في ممارسه كره القدم بنفسك؟ هو انا اوريدي لسه بمارس، انا لسه كان عندي اخر مباراه في الدوري الممتاز موسم 19 20 اللي كان بيكتمل عشان يحددوا منه مين هيصعد يلعب بطوله افريقيا. جميل. فانا لسه بلعب وبدرب وبحضر في كره القدم، لكن هو الموضوع كله ان انت حاجه شفتها واكتسبتها عايز تنقلها لناس تانية. فهي الفكره ان انت عايز تكمل، زي برنامج المهارات الاساسيه ده بينتشر ازاي، ان انا بحاضر للمدربين والمدرسين، احنا 24 مدرب معتمد من الاتحاد الانجليزي في مصر، ازاي نقدر ننشر فكرتنا او فكره البرنامج ل 27 محافظه، والناس ترجع لمجتمعاتها تقدر تنقل الفكره دي، خاصه للبنات او الناس اللي ما عندهاش إمكانية أنها تقدر تمارس رياضة في النجوع في الكرة. دلوقتي بيتعمل مشروع اسمه ألف بنت بألف حلم، تابع لوزارة الشباب والرياضة والمجلس الثقافي البريطاني برعاية الاتحاد الإنجليزي، وشغال ألف بنت بألف حلم بس على مستوى الصعيد. حلو قوي ده. حلو قوي. وهينتشر على 27 محافظة. دلوقتي القاعدة انتشرت بشكل كبير قوي، دلوقتي لقينا نسبة الممارسة ونسبة المشاركة كبيرة جدا، وبيدعمها اتحاد الكوره دلوقتي بشكل كبير، ان هو هيعمل دوري للبراعم ودوري للناشئات ودوري للقسم الثاني والممتاز الف. جميل. فكره القدم بدات بست فرق، دلوقتي الموضوع انتشر بشكل مختلف وحطينا في حته ثانيه. يعني انا مبسوطه قوي ان انت يعني ما شاء الله عليكي بجد نموذج مش بس ناجح، لا وكمان يعني مبتكر. يعني انا حساكي عندك حته الابتكار شويه، ان انت بتروحي الحاجات الصعبه، مش بني ادم بيحب الحاجه السهله. لا صح خالص. ولا غلط؟ طبعا انا بدات مشروع اسمه حقيقة حلمك بالمناسبه في 2015. كان نفسي البنات في المدارس تلعب، لان احنا كان نفسي يبقى في المدرسه عندي العب كره قدم. لعبت فولي، لعبت هاند بول، بس كان نفسي العب كوره، ما فيش في المنهج الدراسي. وحاولت يعني ما تقدريش كنت تلعبي مع الولاد مثلا؟ ممنوع. انا مدرستي كانت بنات، فما فيش بنات. ممكن العبها في الشارع او في النادي بعد ما لعبت، لكن ان البنات تمارس، في بنات عندها موهبه زي في كليه التربيه الرياضيه مثلا، في بنات عندها موهبه كره القدم، ما فيش المنهج الدراسي اللي بيقول ان البنت تلعب كوره. فانا عملت مشروع اسمه حقيقة حلمك في 2015 برعايه دوره المهارات الاساسيه للدوري الانجليزي الممتاز، وجمعت 100 بنت من المدارس الحكوميه ومدارس اللغات والفئات المختلفه. كان فيهم ذوي احتياجات خاصه، كان فيهم ناس ما عندهاش شهاده ميلاد، وكان فيهم ناس كتير قوي، فئات كتير قوي ساعدتني فيها كابتن بسنت مهاود وكتير من المتطوعين. والحمد لله ده قدر يتكلل ان هو كان مشروع قومي ان انت تعمل دوري للمدارس. دلوقتي هيبدا دوري للمدارس، الدكتوره سحر عبد الحق طبعا
شغاله في الموضوع ده بقوه جدا وبتحاول تستثمره مع وزاره التربيه والتعليم، وبدات اول دوره تنشيطيه من اسبوعين، وهيبدا دوري المدارس يدي للبنات حافز رياضي. انا كولي امر هبص ان ابني هياخد حافز رياضي فهخليه يمارس كره قدم، هتبقى داعمه، لكن انا دلوقتي الاولياء الامور لا اقعد عشان تذاكر، لا هو هيلعب كره قدم في نفس الوقت. يعني الدوله لما بتنشط ده الموضوع بيبقى بتشاف بشكل كويس قوي، وان شاء الله نقدر نحقق فيه نجاح باذن الله. طيب انت ما شاء الله عليك يعني بتلعبي كره قدم وبتدربي كره قدم للرجال وبتحضري كمان في كره القدم، طب طموحك ايه بعد كده؟ بتفكري في ايه؟ نفسك في ان ايه اللي يحصل؟ او شايفه نفسك فين بعد فتره من دلوقتي؟ هو انا ان شاء الله يعني باذن الله بخطط من دلوقتي ل 20-30 ان انا اكون مسكت دوري فريق في الدوري الممتاز للرجال. يعني انا مسكت كده كده فريق في الدوري النسائي، حتى لو التجربه مش هتنفع في مصر بشكل كبير، يعني ممكن يبقى فيها حته ان لا لازم المدرب يكون معروف زي كتير من الدوريات او الانديه، ممكن اجرب التجربه بره. وانا اتعرض عليا حاجات بالفعل دلوقتي وانا في الدوري الدرجه الرابعه ان انا اقدر اسافر اشتغل على فرق في الدوري الممتاز بره. انت مين مدربك او مثلك الاعلى كمدرب محليا؟ انا هتكلم، انا كابتن حسام ميدو، احمد حسام ميدو لما كان بيدرب. انا بحب الفكر ان شاب يبقى عنده طموح ان يقدر يبني قاعده في النادي او يطلع ناشئين وعنده فكر مختلف، فكر اوروبا شويه، لان الراجل بدا بره من بدري. في كابتن حسام حسن ده حاجه، هو من عندي من حلوان، فنفس الطريقه ونفس الشغف لما بيروح مكان بيخليه زي ما يروح النادي المصري او نادي الاتحاد، بيخلي اللعيبه يعني اللعيب بيجيب جول هو بيهد الارض قبل ما بيروح له، لان هو نفس اللي طالع من المدرب بيرجع له. ففي كذا مدرب، يعني انت بتاخد من كل مدرب حاجه. طموح كابتن حسام، احمد حسام ميدو، ان هو عايز بيحط شغف كده ما بين اللعيبه. كده ولا لا؟ قابلته مره بس مش بشكل شخصي يعني، بس انا هو نموذج يعني يحتذى بيه بصراحه. ان شاء الله قابله يعني احلل معاه ماتش، لان انا كان نفسي احلل يعملوا استوديو تحليلي، ان في بنت تشارك في الاستوديو التحليلي. بره مليان بس فعلا دي تبقى حلوه. احنا في ناس شاطرين قوي فيها، واحنا خدنا دورات في تحليل الاداء وكورسات تدريبيه على اعلى مستوى، سواء في الاتحاد الاسباني، الهولندي، الانجليزي، سافرت امريكا اخذت دورات من هناك. فالفكره ان انت مش راجل وست، هي فكره ان انت عندك معلومه او عندك صح اضافه هتقدر تديها لحد. وانت قلت لنا ان انت برضو من ضمن الحاجات اللي حصلت لك مؤخرا ان انت اتعرض عليكي اكتر من مره ان انت تسافري بره وان انت تدربي يعني فرق من الرجال برضو بره، اتعرض عليكي تروحي فين وهيكون ردك ايه على العروض دي؟ ولا انت حسمتي امرك؟ لا لا، انا كده كده انا مع نادي ايديا الجولدي طالما اديته وعد، وهي الفكره جت من نادي ايديا الجولدي. انا هشوف التجربه دي باذن الله اقدر انجح فيها ونصعد مثلا، بس هي الفكره ان النادي محتاج سبونسر او راعي، يعني من حيث ان الفرقه نقدر نعمل تكوينه كده، احنا معانا لعيبه سنها صغير، 5-6 لعيبه نقدر نجيبهم يقدروا يسندوا الفرقه نصعد بيها. يعني لو في راعي كويس هيقدر يساند الفرقه فده هيخلينا في حته ثانيه. من حيث الفكره بتاعت ايديا الجولدي اتعرض علينا من برضو المدير الفني كابتن معتز ان احنا نقدر نروح في دول زي الامارات، زي تركيا، تقريبا ماليزيا، كان في 3 عروض. بس لما نشوف ونخوض تجربه ان شاء الله ايديا الجولدي لو نجحنا فيها فالعروض هتبقى افضل واحسن باذن الله. ربنا يكرمك ان شاء الله يا رب. طيب لو احنا هنتكلم عن اللعيبه شويه برضو، هل انت علاقتك باللعيبه في الفرق الاولى في النوادي المختلفه يعني جيده، تعرفيهم على تواصل معاهم من الدوري الممتاز يعني؟ لا ما عنديش حاجه بشكل شخصي، بس لما رحنا امم افريقيا 2016 يعني نجم العالم كله وفخر العرب محمد صلاح هو وقف معانا واتكلم وقال يا جماعه انتوا دلوقتي بتمثلوا بلدكم، ودي حاجه مش اي حد بيقدر يعني مش سهل على اي حد، وانت لازم تحافظ على اسم بلدك وازاي تقدر تعمل انجاز. كابتن عصام الحضري، محمد النني، كتير من اللعيبه، صالح جمعه، كان في كتير لعيبه يعني طبعا بتساندنا. حلو، ده بتاخدي برضو منهم يعني طبعا سبورت يعني، لان صح. هو انت بتبقى محتاج في الوقت ده، انت بنحس ان احنا كبنات ان انت دايما طول الوقت عايز حد يساندك، وخاصه بقى لما يكون نجم كبير زي ده. بالمناسبه يعني انا مش عارف انت خضتي التجربه دي قبل كده ولا لا، فكره ان انت تدربي فريق من البنات، فانا عايز اسالك على الفرق بين تدريب الرجال والسيدات او الفتيات بيبقى عامل ازاي؟ هو مفيش فرق كبير، لان انت بتشتغل على الفئه العمريه، او انا لو بشتغل مع ناشئين فهي هي بتبقى نفس التدريبات، بس الفكره بتبقى افضل شويه في الولاد، لان رؤيه الاختيار بالنسبه لك بتكون افضل. الولد بيتولد اصلا بيبقى في الشارع بيلعب كوره، عنده موهبه،
عايز باك ليفت ممكن تلاقي 8 باك ليفت في الفريق، عايز مهاجم فانت هتلاقي مثلا 5 6. لكن في البنات قبل كده فرصة الانتقاء كانت بتبقى اقل، لان انت مثلا هو الباك هو مفيش غير باك يمين، فاذا حيدر هتلعب باك يمين فخلاص مفيش غيرها. لكن في فكرة التدريب او كده لا خالص. لكن الوضع اتغير دلوقتي بالنسبة لكرة القدم النسائية بشكل عام طبعا. يعني بقى عندكم اختيارات اكتر بكتير، طبعا القاعدة انتشرت بشكل كبير، بقى عندك فكرة ان انت تقدر تنتقي، يبقى في احلال وتجديد، في اعمار سنية فيها خبرة مثلا 5 6 في الفريق، انت بتحط قاعدة مثلا 20-18 سنة يقدروا يبقى في معدل الجري كويس، وفي خبرة ان انت تقدر تحافظ على مباريات، عايز تكسب عايز تتعادل، ايه اللي انا عايزه من الماتش ده، على حسب الماتش اللي انت عايزه انت بتقدر تحط تشكيلة فريق بتاعك. طب هل ممكن يوم من الايام نبقى زي مثلا اوروبا في فكره هنا الكره النسائيه؟ هل أكيد. ممكن ده يحصل؟ سياده الرئيس لما نوه عنها بعد 2018 ان المراه تاخد حقها بعد ما الرجال خرجوا من افريقيا السنه اللي فاتت، كل المؤسسات بقت بتشتغل على انها سواء وزاره التربيه والتعليم، سواء وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن الاجتماعي، اتحاد الكوره، كل الناس بقت بتشتغل على انها تساند المراه في كره القدم. طب دي اصلا هو ده الدعم الاساسي، هو ده اهم دعم الدوله نفسها بتقول، فطبعا هنلاقي الكوره في حته ثانيه. اتمنى بس يبقى في كوادر، عارفه المشكله دلوقتي عندك اراده سياسيه حلوه ودعماكي بشكل كبير كمان الوزارات او الدوله، عايزه بقى كوادر مختلفه، ودي هتاخد يمكن وقت علشان تدي ثقافه اصلا العيله ان هم يثقوا ان بنتهم رايحه وبتمارس رياضه ممكن منها تحصل على يعني بطولات ترفع اسم بلدها، يعني الثقافه دي لسه خلي بالك. وكمان الديديكيشن او اللي هو ان يبقى في التزام من اللاعبات بالتمرين والحاجات زي كده. في كوادر، لكن هو اتحاد الكوره بيشتغل على انه يعمل دورات تدريبيه يطور بيها المدربين والمدربات سواء على مستوى المحاكمات، على المستوى الاداري، على المستوى الفني، ودورات بقى من الاتحاد النرويجي، من الاتحاد الانجليزي، من الاتحاد الهولندي، فده بيخلي ان الفكره حتى لو بنت لعبت ومش عايزه تكمل في رياضه كره القدم، فانت عندك كاريرك، انت بتبقي ناجحه في الاداره، فاحنا هنديكي دورات في الاداره، فترجعي تشتغلي هتلاقي كوادر نسائيه كتير قوي. يا مسهل. اخيرا بقى قبل ما الوقت يجري بينا اكتر من كده، ما كلمتناش لسه عن مشاركتك في بطوله افريقيا، اكيد برضو كان حدث ليه خصوصيه في حياتك يعني. طبعا هو احنا كنا بعيد قوي من 98 ان احنا ما شاركناش، وان الواحد يكون هيحالف الحظ ان هو يسافر الكاميرون ويمثل اسم بلده، والحمد لله رب العالمين احنا قدرنا نعمل نتائج كويسه على قد امكانيات الفترات الاعداد او الفتره اللي كان فيها المعسكر. بهني الجهاز الفني على الحاجات اللي عملها معانا بصراحه، قدرنا نبقى خامس افريقيا، واحنا كنا بعيد قوي طبعا من 98. كسبنا زامبيا 1-0، اتغلبنا من الكاميرون واتغلبنا من جنوب افريقيا، بس كانت مشاركه واحتكاك قوي جدا انك تلعب في وسط 50,000 متفرج، واحنا بس اللي بيتفرج علينا في مصر هنا اهالينا واصحابنا، بس المدرج كده بيبقى في حته فيها 10 بيقعدوا يهتفوا، لكن انت تلاقي 50,000 وناس على السور بس تجربه مفيده جدا، مفيده جدا جدا طبعا. جدا بشكل كبير لينا وللجيل اللي طلع منهم نادين غازي، ايمان حسن، ناس من الناشئات كانوا معانا في البطوله، دي حاجه طبعا هتخليهم كويسين في الفتره اللي جايه. طيب احنا كده نقول خلاص يعني الفتره اللي جايه فايزه يا رب ان شاء الله هتعدي بدعمكم باذن الله، الحته الاعلاميه هي اللي بتخلي الناس تبقى عارفه احنا فين او بنعمل ايه. ربنا يوفقك خطواتك اللي جايه، انت نموذج جميل للمراه المصريه المكافحه العنيده اللي بتقتحم مجالات مش العادي ان احنا نشوفها فيها، نورتينا واسعدتينا ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا ليك يا فايزه، ويا رب كمان تلاقي يعني نصك الثاني اللي يعني يستاهل فعلا حد بطل كده يبقى معاه في بيت واحد ويبقى فكر كمان يعني مثقف وتقدمي يا ان شاء الله. طيب احنا هنروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع بقى لاخر فقره حواريه معانا، خليكم معانا.